رسالة منك باللغة الإنجليزية توجهها للسياح، وش تقول؟ So, hi everyone, I'm Omar from Saudi Arabia. Uh, there's a lot of people in Europe and other countries that don't see Saudi Arabia as a, a place to come and see, uh, but I, I want to give you a message that Saudi Arabia is one of the best uh, one of the best countries in the world and you have to come and see it and see everything and have adventures in it and you'll like it يعطيك الف عافيه و سعيدين باستضافتك عمر وسعيدين بحضورك اليوم وسعيدين بروحك الحلوه وايجابيتك انت اكيد تمثل جيل كبير جدا من الجيل القادم باذن الله اللي عليه مسؤوليه بناء هالبلد، شكرا جزيلا لك عمر. الله يعطيكم العافيه، شكرا على الاستضافه وانا اسعد وشكرا لكم. شكرا لك يا عمر، انا اللي سعيد باستضافتك اليوم وسعيد بحضورك معنا وهذه رساله حقيقه يمكن قد تكون من المناسب انا اعرف انه الهيئه الملكيه لمحافظه العلا عندها جهود كبيره جدا حقيقه. لدعم المجتمع المحلي ودعم المجتمع في العلا كل اللي نتمناه انه مثل عمر من الشباب او الجيل الجديد اللي يحمل الكثير من من الافكار ويحمل الكثير من الامال على السياحه أن كل نصيب ما نعرف يمكن وجود يمكن عمر اليوم كواحد من موظفي العلاقات العامه على سبيل المثال في هيئه العلا قد يكون لفته مميزه اليوم من الهيئه الملكيه، انا اعتقد انه هذه حاله نادره حقيقه وحاله خاصه لعمر الشكر له والشكر لوالدينا اللي غذوا فيه هذه الروح الجميله للحديث عن العلا. بعد